المرأة يلي ما بيقدر ينساها الرجل. شعر رفيعه الحنونة مخلصة. ما في ما حالي. نعم حاليا ما في ما ما ينساها الرجل. مرته زوجته متدفع. لا والله. وانت شو رأيك؟ ما المخلصة. نحن اثنين واحد المخلصة النظيفة ببيتها طبخة ظريف يعني هي شي طبخة ظريف. ايه طبعا اكيد المخلصة. ليش؟ المرأة الوفية لانه بتكون صادقة، لانه احسن شي الاخلاص، لانه بتعوضه عن كل شي، لانه بتعيش معه طوال حياته. ما في وفاء دواء جيب مصاري. انه تحب لجوزها مخلصها اعمالها.